مختلفه من نوع خاص. هذا التكريم لنموذج انساني فريد، لانه زي ما قلنا انه الرياضه للانسانيه تلعب وتمارس. حضراتكم فاكرين كان في مباراه مهمه للفريق الاول لكره القدم في نهايه الموسم، نفتقد لاعبين كثر في خط الوسط، ثم رحل عن عالمنا الاستاذ عطيه غلاب، وهو والد اللاعب ذو الرئات الاربع مروان عطيه نجم الفريق الاول وخط المنتصف الحي. هذه الخساره لانه الاستاذ عطيه الحقيقه كان غالي طبعا على مروان، وكان خساره فريق انه بعد يومين 48 ساعه طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ انه يتواجد في قائمه الفريق في المباراه التاليه. كابتن محمود الخطيب النهارده كان حريص على تكريم روح الاستاذ عطيه والد الكابتن مروان عطيه، واللي بنتمنى له الحقيقه وبندعو له بالرحمه والمغفره وان يسكنه المولى سبحانه وتعالى فسيح جناته، وانه يلهم مروان الصبر والعطاء ويستمر على هذا المنوال يعني بسيره والده العطره ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، دامت الإنجازات ودامت البطولات ودام النادي الأهلي في المقدمة، وحفظ الله مصرنا الغالية.